دلوقتي احنا هناخد مع بعض باقي شابتر 4. هنتكلم دلوقتي عن المالتبلاير. احنا عايزين نعمل سيركت، هدفنا ان احنا نعمل سيركت تعمل باينري مالتبليكيشن. طيب احنا في الضرب الديسيمال العادي جدا، لو انا هضرب مثلا 12 مثلا، هضرب 12 في 13 مثلا، هنا بنعمل ايه؟ بنقول 2 في 3 ب6 و 3 في 1 ب3، بعد كده بنقول 1 في 2 ب2، 1 في 1 ب1، بس ايه بنرحم. طيب بعد كده ايه بنجمع. ده بالظبط اللي احنا هنعمله لو انا هضرب، هعمل ضرب باينري. ولكن لو هضرب مثلا رقم ده في رقم ده، هقول 1، طبعا 1 في 1 ب1، 1 في 1 ب1، كده هيجي زي ما هو. بعد كده نفس الكلام، يبقى هو هو نفس الرقم بس ايه برحر، يبقى كده. بعد كده بجمع، تمام. هو ده بالظبط اللي احنا بنعمله في المالتبلاير. ازاي؟ تعال نشوف مثلا دي هنا في الرسمه دي، هنا هو هيضرب ال A 0 في B 0 اهو، بعد كده A 0 في B 1 هي A 0 في B 1. طبعا احنا عارفين ان ال AND هي بالظبط زي الضرب، تمام. بعد كده هنقول نفس الكلام A 1 في B 0 A 1 في B 1 وهكذا. طيب احنا خلاص عملنا دول، بعد كده هنجمع، هنعمل جمع. طيب انا ده مش محتاج اجمع عليه حاجه، زي ما هو C 0 مفيش مشكله. لكن هنا، هنا انا محتاج اجمع دول. طبعا محدش يقول انا هجمع بواحد وعلى بي زيرو، لان دولت اتنين اند، يعني دولت اند لو هخش على اند هيدوني بت واحده، وده نفس الكلام هيدوني بت واحده. ففي النهايه هعمل ايه؟ جمع 1 بت على 1 بت، يعني ايه؟ هاف ادر، تمام. هيطلع منها كاري، الكاري ده هيجي هنا، يبقى عندي هنا كاري زائد دوت 1 بت برضو، هيديني سي 2، اللي هطلع كاري ده مين؟ سي 3. ده كل الموضوع. طب هنفذها ازاي؟ هنفذ دولت على اند ودولت على اند طبعا. بعد كده هاخد الاند دي هدخلها على الاند، الاند دي فين؟ على هاف ادر اهو، هي اي 1 ب 0 وهي دي اي 0 بي، هنا اي 0 بي 1 اهو، تمام. دخلتهم على هاف ادر، طلع لي اي سي 1، والكاري بتاع دي هيطلع هنا مع الاي 1 بي 1، يطلعوا لي ايه؟ سي 2 وسي 3. ده كل الفكره. طيب لو نكبرها شوية، مثلا لو انا هكبرها هنا مثلا، يا الصورة مش جاية تقريبا مخدتهاش، دي ممكن نكتبها كتابة مش مشكلة. لو مثلا هكبرها شوية، عندي مثلا بي زيرو بي ون وبي تو وبي ثري، وهضربها في A0 و A1 و A2، تمام. طبعا هقول هنا A0 B0، بعد كده A0 B1، تمام. بعد كده A0 B2 A0 B3، تمام. نفس الكلام بقى هنا A1 B0 A1 B2 A1 B3 B0 أسفل هنا B1 وهنا B2 وهنا A1 B3. نفس الكلام بقى هنبدأ هنا A2 B0 A2 B1 A2 B2 في الآخر عندي A2 B3، تمام. تعالوا نشوف دي، طبعا دي هتنزل زي ما هي مفيش مشكلة، هي C0 مثلا. عندي هنا أنا هعمل دولت في جمع، هجمع دول وعايز أجمع عليهم بعد كده دول بعد كده دول. طب ما أنا ممكن أعمل جمع يعني دولت كده وخشوا على 4 بت باينري اذر، لو هتقولي ازاي بس هنا يعني دول 3 ودول 4 مش مشكلة، احط هنا مثلا 0 ولا حاجة، تمام. بس ده ايه؟ 4 بت باينري اذر، هيطلعوا لي ايه؟ سم هنا وهنا وهنا وهنا، تمام. ده هنزل زي ما هو، هيبقى C1 وعندي ده وده وده، تمام. هيتجمعوا مع دول
برضو ايه في ايه فورجيت باينري اقدر نشوفها ازاي. ادي الرسمة زي ما قلنا هنا حط ايه زيرو مع ده تمام، ودخل هنا بعد كده جاب المجموعة او الصم بتاع الفورجيت باينري اقدر دوت حطها مع ايه مع الصف اللي تحت كله تمام، وطلع من اول سي 0 لحد سي 6. طب احنا دلوقتي عايزين نستفاد من ده كله ايه؟ يعني عايزين نطلع بحاجه معينه هي ايه؟ دلوقتي انا لما كنت ضربت 2 في 2 هنا اتعمل تو ليفل تو ليفل من الاند جيتس تمام. طب هنا اتعمل 3. طب هو مين بيحدد الليفل بتاع الاند جيتس؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي تحت. ليه؟ يعني انت بتعمل الصفين هنا اهو عدد الصفوف دي هي الليفلز بتاعت الاند جيت. طب ما هي دي اللي بيعملها الـ A0 A1، انت عملت صفين عشان عندك A0 A1، وهنا لما جينا شفنا هنا عملنا ايه؟ ثلاث صفوف عشان عندي A0 A1 و A2. طيب اذا كده انا محتاج كم ليفل من الاند جيت؟ محتاج مثلا اللي هو ايه؟ البت بتاع ده، انا هفترض ان ده J وافترض ان ده K. يعني ده العدد عدد البت بتوعه جي وده عدد البت بتوعه كي. طيب يبقى انا محتاج جي ليفل من اند. طب انا محتاج كام اند؟ لو جينا شفنا انت هنا ضربت في كل واحد كده باند، يعني عندك 3 في 4 ب 12 يعني يعتبر عندك كي في جي تمام بيتس. ده ايه عدد الاند جيتس تمام. طيب بعد كده عندنا ايه تاني؟ عايز اعرف انا في المره الاولى لما كانت لما كانت 2 في 2 استخدمتها في اذر، ولما كانت 3 في لما كانت 4 في 3 استخدمت فور بت باينري اذر. طب انا يعني هحسبها بناء على ايه؟ تعال نفكر. احنا عندنا استخدمنا فور بت باينري اذر تمام، واحنا كان يعني اصبحت 4 ليه؟ اللي عندي دول انا بضرب في 4 فاحتجت ان انا اجمع 4 تمام. يبقى اذا نوع الباينري ادر على حسب مين الكي، يبقى انا محتاج كي بت باينري ادر تمام. طيب عايز منها كم واحده؟ محتاج كم واحده؟ هنحتاج جي ناقص واحد. محتاجنا كام؟ احنا محتاجنا 2 تمام، احتاجنا 2. طيب فالاثنين دي احنا هنقولها ان هي عباره عن الجي ناقص واحد. يبقى انا محتاج، يبقى انا كده اللي هتعرفه بس من الموضوع ده كله بعد ما فهمنا ان انا محتاج كام باينري ادر. محتاج جي ناقص 2. طب حجمها ايه؟ 4 بت باينري ادر او الكي بت باينري ادر. محتاج كام اند جيت؟ محتاج كي في جي تمام. ده اللي احنا مفترض نعرفه كله في الجزء ده. دلوقتي هخش على الماجنتيود كومباراتور. احنا عايزين نعمل سيركت تقارن ما بين 2 بت مثلا او ما بين رقمين باينري، يقول لي مين فيهم الاكبر، مين هل هم متساويين، هل هم بس بيساوي بعض، اصغر اكبر كده. فاقل حاجه نقارن بينها اللي هي 2 بت اللي هي A و B. فانا عندي دي عملت ترو ستيبل زي ما احنا اتعودنا عليه. الطبيعي لما يكونوا متساويين هيبقى الايكواليتي بترو، يعني 0 0 هتبقى ايه؟ ترو اللي هي بواحد. هنا طبعا مش متساويين ف 0 0 وهنا متساويين ف 1 مش مشكلة. هنا ال A مش أكبر من B ف 0 وهي طبعا 0. هنا ال A أقل من ال B ففعلا عند الأقل حطينا 1، وهنا أكبر حطينا 1 عند الأكبر. طبعا دول متساويين عملنا ايه؟ 0. طبعا الموضوع مش محتاج إن احنا نحط على الكتاب ولا حاجة، الموضوع واضح جدا. الجزء ده عبارة عن اكسبلور، حتى لو احنا طلعناها من تيرمز مثلا قلنا A برايم B برايم بلس A B هنلاقيها برضه هي اكس نور، دي المعادلة بتاعت الاكس نور تمام. هنا دي هتبقى عبارة عن A برايم B، والأكبر منها هتبقى عبارة عن A B برايم تمام. طيب احنا بقى دي كده ايه الحاجة البسيطة المقارنة بين الـ 2 بيتس. احنا عايزين نقارن بقى ما بين أكتر من 2 بيتس، يعني رقمين كل واحد فيهم N بيتس زي دول مثلا. طيب انا امتى اقول ان الاي بتساوي بي؟ لما الاي 3 بتساوي بي 3
and A2 بتساوي B2 and A1 بتساوي B1 and A3 بتساوي B3. طيب دلوقتي ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا ممكن هضطر اقول ان A0 XNOR AB او سوري A3 XNOR B3 بعد كده and A2 XNOR او سوري بالظبط XNOR B2 هنا نفس الكلام A1 XNOR B1 وهكذا. تمام انا لو عملت كده وحبيت حتى فوق هتبقى كبيره فانا هدي رمز اكس يعني هسمي الجزء ده عباره عن مثلا AI XNOR BI وهسمي الجزء ده XI زي ما هو عمل هنا تمام. فخلاص يبقى انا الايكواليتي هقول عليها عباره عن ايه؟ x3 x2 x1 x0 اللي هي عباره عن مثلا x3 اللي هي a3 xnor b3 وهكذا. طب في الايكواليتي سوري في الاكبر من اصغر من انا مثلا عشان اقول ان الرقم ده او الـ a اكبر من b لو لقيت ان a3 اكبر من b3 يبقى كده خلاص اكبر مفيش كلام ده الموست سيجنفكت بت او ده البت اللي ليه ويت عالي عشان كده حتى برقم ايه الكبير بيديله رقم كبير او يعني الاندكس الكبير تمام. بعد كده طب لو لقيت الاثنين دول متساويين يبقى لازم يكون ده اكبر يعني يبقى ده اكبر من ده يبقى هو ده اللي احنا هنعمله في المعادله بتاعت مثلا الاكبر هقول ان a3 تمام اكبر من b3 اللي هي كانت فين هنا لما كنا قلنا اكبر مثلا كانت a b برايم هنقول a3 b برايم b3 برايم اور ان لو الاثنين دول متساويين ان هو مثلا a3 x نوت b3 اللي احنا هنقول عليها x3 تمام زي كده اهو. بعد كده يبقى مين الاكبر يبقى على يبقى على التالي على الدور يبقى x3 and يعني هيكون دول متساويين ويكون ده اكبر من ده يعني لو دول متساويين يبقى ايه ده هيبقى اكبر من ده عشان نقول على الرقم كله انه كبير هنحتوي ايه a2 b2 برايم. طيب لو هنفترض ان مش ده ان الاثنين دول متساويين يبقى هنقول ان x3 and x2 يعني الاثنين ده وده متساويين بعد كده and ال x سوري ال a1 b1 برايم وهكذا. هنعمل نفس الحاجه في الاصغر في الاصغر ده معناه ان لازم ده يكون اصغر من ده اللي هي كانت عباره عن ايه a برايم a3 برايم b3 b3 اللي هي دي سوري دخلنا في الديكودر اللي هي هنا تمام اهي وهكذا بنفس الطريقه بالظبط. حابين نكتبها كتابه ممكن ليه نعملها احنا قلنا ان الـ xi دوت عباره عن ai xnor تمام bi واحنا قلنا عندنا a3 a2 a1 a0 وb3 b2 b1 B0 اكتبها كده احسن عشان ما تتلخبطش. انا عندي في حالة الايكواليتي او سوري مش في الايكواليتي خاصة احنا بنفترض سهلة يعني في حالة الاكبر من مثلا حالة الاكبر من لازم من الاول خالص اشوف لو ده اكبر من ده يبقى الموضوع اتحل. اكبر دي معناها A3 B3 برايم طيب او افرض دول كانوا متساويين يعني ده كان 0 0 او ده كان مثلا 1 1 يعني 0 0 هنا 0 وبي كان ب 0 فهتبقى برايم بتاعها ب 1 هيبقى ايه؟ تم كله ب 0 تمام؟ طيب او الاثنين دول متساويين اللي هي عباره عن ايه؟ a 3 اكس نور بي 3 اي طبعا مش واضح تمام؟ في الحاله دي هنقول عليها ايه؟ اكس 3 تمام؟ اند ان الرقم ده يبقى كبير لما يبقى ده وده يبقوا متساويين و and ان ده اكبر من ده اكبر من هو مين ال a2 b2 برايم. طيب هنقول and هنقول سوري اور رقمين دول متساوي الرقم ده بيساوي ده وده بيساوي ده يعني x3 x2
وعندي ده هيكون اكبر من ده اللي هو A1 B1 برايم. سوري. طيب عندي بقى يبقى ده وده وده متساويين، يعني دول بيساوي دول، يبقى عندي all x3 x2 x1 تمام، هيبقى a0 تمام b0 برايم بس كده. في الأصغر حابين نقلبها في الأصغر هتبقى نفس الكلام، بس هتبقى هنا ايه A3 برايم وهنا B وهكذا، هتبقى هي بنفس الطريقة. طيب ده كل الموضوع، أو دي كل الفكرة إن إحنا بنعمل الكومباراتور. طبعا ده البروك دياجرام وبيطلع لنا إيه ثلاث حاجات، اللي بتطلع لنا اللي يساوي والأكبر والأصغر منه.